السلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد، هعمل معاكم محشي المشكل. احنا عملنا مع بعض قبل كده محشي الكرنب، بس المره دي هعمل معاكم محشي كرنب برضو، بس هيبقى معانا محشي الباذنجان، وهنعمل معاكم محشي الكوسه. هنتعرف مع بعض ازاي بنبدا نعمل محشي الباذنجان، ازاي بنقوره الاول، وازاي بننظف الكوسه بتاعتنا وبنقورها. هنقول مع بعض الاول المكونات كده اللي هنستخدمها. احنا طبعا هنا معانا الرز بتاعنا كيلو رز، ومعانا الصلصه بتاعتنا انا عملتها وجهزتها. طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده، فانا المره دي جهزتها عشان ما اطولش عليكم. ومعانا الخضره بتاعتنا كزبره وبقدونس وشبت، ومعانا هنا نص كيلو باذنجان، ومعانا هنا كوسه، ومعانا هنا طبعا ورق الكرنب بتاعنا مجهزاه ومقطعاه وسلقاه. هنبدا مع بعض. اول حاجه هنشوف ازاي بنعمل الباذنجان بتاعنا عشان نعرف نقوره بكل سهوله. بنجيب الباذنجان اول حاجه ونهرسها كده على الرخامه، نفرمها كده فرمتين كده، او ممكن كده بايدك اهو كده، بتطلع معانا كده. انا هنا كنت عامله الكميه اهي طريه خالص، انا مجهزاها عشان اوريها لكم زي دي كده اهو. وبتطلع معانا اهو، بنهرس القلب بتاعها من جوه اهو عشان تتقور معانا بكل سهوله اهي. بنطريها كده اهي. بعد كده بنجيب المقوره بتاعتنا بقى، وبناخد الباذنجانه بتاعتنا وبنقورها من. طبعا بنجيب السكينه بتاعتنا الاول وبنقطع القوام بتاعه كده الاول اهي. طبعا طالما هو طري كده بيتقور معانا بكل سهوله وما بيتفتحش مننا من الجناب اهو. شايفين الباذنجان اهي طريه ازاي وقلبها طري اهو. بنجيب المقورة بتاعتنا اهو، بنبدا ندخل المقورة كده في النص اهو، ونلفها كده بكل سهوله اهو. القلب بتاعها بيطلع معانا اهو، مفيش اي صعوبه فيه اهو. مش بنحتاج ان احنا نقور جامد من جوه طبعا اهو، يا دوب بس بنلف المقوره بتاعتنا من جوه كده عشان نطلع كل اللي جواها اهي. يا جماعه شايفين اهو، بنعمل الكميه بقى كلها كده اهو. احنا بمجرد ما بنحط المقورة جوه كل القلب بيطلع معاه، يعني تقريبا هو تقوير الباذنجان اسهل من تقوير الكوسة بكتير يعني. كده عملنا معاكم برضو محشي الفلفل، واحنا بنعمل محشي الكرنب وريتكم بنحشي ازاي برضو وبيتنضف ازاي الفلفل اهو.
هكمل بقية الكمية عشان مطولش عليكم وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت الكمية بتاعت التاي كلها، وده القلب اللي طلع منه طبعا هرميه مش بستعمله. دي الكمية كلها اهي اللي عملتها اهي يا جماعة. بعد كده هعمل معاكم الكوسة، هشوف ازاي هنضفها الاول كده، وبعد كده هورها هوريكم الاول بس واحدة او اتنين كده، وبعدين هعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم. انا بعملها كده بشرشرها بالمقورة كده، مش بعملها بالسكينة اهي. بشرشرها كده طبعا هغسلها الاول وبعدين هقورها. طبعا في ناس مش بتنضفها خالص كده، بتعملها سليمة، مش بتقشر القشرة بتاعت الكوسة من بره. انا بعملها كده بالشكل ده. هخلص معاكم بقيه الكميه وارجع لكم تاني. انا هنا غسلت معاكم الكوسه وغسلت الباذنجان وقورت كميه من الكوسه كده معاكم اهو عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهوريكم انا بقورها ازاي كده اهو. انا بحط المقوره من جوه كده وبالراحه خالص، ببدأ ألف كده عشان طبعا الكوسة حساسة شوية مش زي البتنجان، ممكن تتخرم منك، بتحصل معايا كتير. فببدأ ان انا ادخل المقورة بالراحة واطلع القلب كده بالراحة منها، وبعدين بلف كده. طبعا مش بنقور القلب كله عشان انا بستعمل القلب بتاعتها بعمله، مش برميه زي الباذنجان اهو. تبدأي تلفي بالراحة بالراحة، تدخلي واحدة واحدة بالمقورة لحد جوه اهو. انا بخليها بالشكل ده كده عشان ما اطلعش القلب بتاعها كله. وكده اكون خلصت معاكم كميه الباذنجان والكوسه تقوير وتنظيف اهو. هنبدا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. هذا معانا الرز، بنحط الصلصه بتاعتنا اهو مجهزينها، بنحط كميه وبنقلب وبعدين بنضيف الباقي لو احنا محتاجينه. بعد كده معانا الخضره بتاعتنا هنضيفها. طبعا احنا بنضيف الخضره بتاعتنا كلها عشان اهم حاجه في المحشي تكون الخضره طبعا تديله ريحه جميله، فبنضيفها كلها وبنبدا نقلبها بقى. لو انت مش حابه الصلصه كتير في الرز، مش عاوزاه احمر قوي، ممكن تقللي برضو اهو، بس انا بحب الرز يكون احمر من الصلصه كتير ده. لازم تقلبي الرز كويس والخلطه بتاعته
بعد كده بنضيف البهارات بتاعنا. بعد ما قلبنا المحشي بتاعنا كويس بالخضرة بتاعته بالصلصة، هنضيف معنا الكمون والملح معلقة ومعلقة. طبعا مش هنكتر ملح عشان احنا حاطين في الصلصة بتاعتنا، وطبعا هنسقي المحشي بالشوربة والشوربة بتاعتنا متملحة. انا ما بضيفش اي بهارات على المحشي غير الفلفل والكمون والملح بس. طبعا انا كنت حاطه فلفل على الصلصه عشان كده ما حطيتش تاني. في ناس طبعا بتضيف مرقه دجاج، وفي ناس بتضيف بهارات محشي جاهزه. انا مش بحط اي حاجه من دول، وبستكفي بالفلفل والكمون بتاعي بس. مفيش طبعا احلى من الطعم البيتي. كده الخلطه بتاعتنا جاهزه، هنبدا نحشي بقى معاكم المحشي. ياريت اللي لسه مشتركش في القناه اشترك ويسيب لنا كومنت ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ويقول لنا ايه رايه في القناه بتاعتنا. هنبدا بقى نحشي الاول معاكم محشي الكوسه والبدنجان، وهحشيه في حله واحده. انا هنا جبت الحله بتاعتي فرشت فيها قلب الكوسه، وضفت عليه معلقه صلصه من بتاعه المحشي في قلب الحله من جوه. وهنبدا نحشي الكوسة بتاعتنا كده، طبعا مش هنتك عليها جامد عشان الرز يستوي معانا كويس. الكوسة مش بتحب الرز كتير. نخبط عليها خبطتين بس كده، ننزل الرز. ونبدأ نرص في الحلة بتاعتنا. انا طبعا عشان مش عاملة كمية كتير من البدنجان والكوسة، هنبدأ نحطه في حلة واحدة بس. هحشي بقية الكوسة وهرجع لكم تاني عشان متقولش عليكم. استنونا عشان ارجع لكم تاني ان شاء الله. انا هنا كنت حشيت معاكم بقيه الكوسه اهي كملتها، وحشيت كميه من البتنجان عشان مطولش عليكم بالمره. هحشي بس دول معاكم اهو عشان اوريكم برده البتنجان بيتحشي ازاي، برده زي الكوسه اهو. ادخل الرز جوه كده صباعي وبدو خليه كده بس. انزل الرز بتاعه، طبعا مش بنحط كمية رز كتيرة عشان يستوي معانا. بنسيب البدنجانة مهوية شوية، مش بنكبسها قوي كده. الرز في الحلة بتاعتنا. بعد كده بقى هحشي معاكم ورق الكروم، هوريكم برده تاني بيتحشي ازاي عشان الناس اللي ما شافتناش قبل كده. وهحشي بقيه الكميه وهوريكم بقى وانا بسوي المحشي هنسقيه ازاي بالشوربه، وهنحط كميه ايه من الشوربه بتاعتنا. انا كده خلصت البتنجان والكوسه اهو كده، البتنجان بتاعنا خلص والكوسة اهو. هحشي بقى معاكو ورق الكروم في الحلة. انا هنا معايا الورق جاهز ومقطعه زي ما قلتلكم. هاخد ورقة كده وهنحطها على ايدي كده اهو، وهناخد كمية رز كده. طبعا مش بنكتر رز في الورقة، نبدأ نلف كده بالصباح كده بالراحة. هرص معاكم في الطبق، وبعد كده هرص الكمية بتاعت في الحلة لما اخلص الورق كله، او ممكن ترصي في الحلة على طول. هرص كده اهو
مش بنكتر رز في الصباع عشان يستوي معانا والرز ما يطلعش بره الحله. طبعا نوحد كميه الرز اللي بنحطها عشان المحشي كله يبقى سوا واحد. طبعا في ناس ما بتعرفش تلف على ايديها كده، ممكن تلفي على الرخامه. اوريك ورقه، طبعا معايا الرخامه نضيفه، بنحط ورقه كده نحط فيها حبة الرز كده بتاعنا ونبدأ نلف الصباع بتاعنا كده كده، بيطلع معانا بالشكل ده برضو. انا هنا هكمل بقية الورق معاكم وارجع لكم تاني ان شاء الله واوريكم هنسوي المحشي بتاعنا ازاي. انا كده محشيت معاكم بقيت ورق الكروم ورصيته في الحله كده زي ما انتم شايفين اهو، وجهزت طبعا ده معاكم. تعالوا بقى نسقي المحشي ونحطه على النار عشان يستوي. انا هنا معايا الشوربه اهي اللي هسقي بيها المحشي بتاعنا، طبعا دي شوربه البط اهي، انت عامله البط ومجهزاه معاكم اهو البط. طبعا انا هنا بعد ما اتسلق حطيت عليه شويه صلصه وهرش عليه شويه كمون كده وفلفل من فوق وهدخله طبعا يتحمر الفرن. انا هاخد بقى كده معاكم الشوربه اللي هسقي بيها المحشي وهحط كده، طبعا مش هكتر شوربه كتير لمحشي ورق الكرنب عشان هو الورق مسلوق كويس عشان ما يتهرش مننا. حطيت الكمية دي كده اهي، بهز الحلة كده عشان الشوربة بتاعتنا تنزل تحت. شايفين المية هنا الشوربة بتاعتنا لحد فين اهي، يدوب غطت المحشي. ممكن احط كمان شوية شوربة صغيرين قوي اهو، ده يدوب هيسوي المحشي بتاعنا، مش هحط شوربة اكتر من كده. هغطي عليه بقى اهو وهبدأ بعد كده احط الشوربة للبدنجان والكوسة بتاعنا اهو. طبعا ده بزود له الشوربة شوية عشان البدنجان بيشرب شوربة كتير اهو. مش هيتهر مننا طبعا زي ورق الكروم. انا حطيت الكمية دي كده اهو، انا كده ولحت عليهم على النار وهغطي بقى الكوسة والبدنجان بتاعنا برضه كده وهسيبهم يستووا براحتهم. بعد كده بقى معانا البط بتاعنا، بعد ما استوى وحطينا عليه الصلصة هرش عليه شوية كمون كده زي ما انتوا شايفين من على الوش اهو، دخل الفرن بقى ايه يتحمر عبق المحشي بتاعنا ما يستوي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. هرجع لكم تاني بقى عبق المحشي بتاعنا ما يستوي ان شاء الله. وبكده يكون المحشي بتاعنا استوى. ادا محشي البدنجان وادا محشي الكوسه، طبعا احنا مدينا له وش في الفرن
ده محشي الكرنب بتاعنا اهو، ودي البط بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك القناة، وسيبونا رأيكم في كومنت، وتابعونا في كل جديد ان شاء الله.